ايه اللي ممكن يحفزك؟ ايه اللي ممكن يمثل لك حافزا زي ما بيقولوا باللغه العربيه؟ هو ايه اللي يمثل لك حافزا دي هتختلف بقى من كل واحد للتاني. بس تعالى ناخد الناس الاول لمفهومهم لفكره التحفيز، عشان قد يكون بعض الناس زي ما حضرتك ما قلت بالنسبه لهم كلمه التحفيز مرتبطه بالماديات او بالمكافآت او بحاجات تانية غير الحته النفسيه. التحفيز او ان الانسان يكون جواه حافز هو شيء نفسي بيحصل داخل الانسان. لو عايزين نديله مثال بمنتهى البساطه هيبقى العربيه من غير بنزين. هو الحافز هو البنزين اللي بيحرك العربيه. فمهما كان الانسان عنده علم، عنده خبرات، عنده قدرات، عنده فرص، عنده كل حاجه، لو ما عندوش الدافع اللي يخليه يستخدم الحاجات دي ويتحرك ليها مش هينتج اي حاجه. بره في اوروبا طلعت الشغلانه اصلا بتاعت الموتيفيشنال سبيكرز دي، عشان كده المتحدثين التحفيزيين دول طلعوا عشان لقوا ان الناس هناك احنا متعلمين كويس قوي، عندنا امكانيات كويسه قوي، ناس كتير عندها خبرات كبيره قوي، بس الناس دي قاعده مكانها ما بتتحركش، مكسلين يقوموا، مش عارفين هم ليه ما بيكملوش اهدافهم، مش عارفين في ايه غلط. فبدات الناس تطلع يقول لك تعالوا انتوا بقى بالخبرات والعلم اللي عندكم ده، تعال احنا نحرك المشاعر بتاعتكم ونساعدكم انك تلاقي وقود داخلي يحركك انك توصل للاهداف بتاعتك. فده التحفيز. لما تيجي بقى تسالني هو ايه بقى الحاجه اللي هيعمل لك تحفيز، هو كل شخص ليه الوقود بتاعه بقى. ممكن نخش بقى معاهم نبص الحلقه.